كافانكات تقول لكم الحدث بالصوت والصورة. اللي غديروا لنا شي حل للحبيب هي في هذه. قال لك هما ما عندهمش الفكاك، سقطوا زيتون عام الاول وسقطوا هذا العام، كي ديال الطفلات كي ديالي ديال خوتهم، هما دار لهم الحبالات باش صيفطهم للحبس وبقى كيدير لهم رزقهم. وحالف عبد العالي قال كنديروا ذبيح الحولي، وإلا ما درتلو شي ذبيح الحولي عارفيني انا ماشي محمد. قلت له نعرف الشيطان. قال لي انت ماشي امي. قلت له انتي، قال لي ماشي امي انت، هي انت خرا نكرهم في الحبس. قال لكم ما جيتينيش امك وعلقتك. قلت له علقني على حقاش اللي رديتك، اللي رديتك راجل وخدمت عليك وعيشتك. قال لي هذيك مفروضه عليك، انا مفروضه عليا نعيشك، وانا ما مفروضاش عليك انت تخدم عليا. قال لي لا انت ماشي امي، انت ماشي امي. كنجي للدار كيديروا لي الحبالات محرشين عليا العيالات، وهما عاود محرشين عليا العيالات، كي هما كاين عيالات بحال ما كاينش اللي كيعتقني ولدي، حتى الباكيه ديال التيد، حتى بدرهم ديال كاوكاو، ما كاينش اللي يعتقني بشي حاجه كاع. السلام عليكم، معكم عز العرب والشن، معكم عز العرب والشن من دوار زعيمات جماعة ولاد ميمون عاملة مولاي يعقوب فاس. حنا سيدي انا العام اللي فات كنت زارع 400 شجرة ديال الزيتون، 400 شجرة. جيت طلعت واحد النهار الارض ديالنا كنرقب، كنتفاجئ 400 شجرة كنلقاها كلها محروقة مضروبة بالدواء، كاملة محروقة، ما لقيت حتى شجرة كاع، كل شيء. تفاجأت صافي، شكينا كل شيء، كيبقى الامر سيدي ربي الحبيب، خلينا امرنا الله سبحانه. ولينا سيدي العام اللي فات كنولي كنزرع 200 شجره ديال الزيتون و20 ديال اللوز. دابا عاوتاني جيت هاد المره هذه، عاوتاني جيت كنسقي الزيتون مع المطر قليل شويه، وهادي جيت كنسقي الزيتون، يلا سقيتو السيمانه الاولى الثانيه كنولي ليه ما كنلقى عاوتاني حتى شجره، 200 ديال الزيتون و20 ديال اللوز. وانا هادشي هاد المشاكل هادي اللي واقعه، احنا ما عندناش المشاكل حتى مع شي واحد، عندنا المشاكل مع عمامي. انا كنت مع عمامي بهادشي هذا، هما اللي دايرين لي هادشي كامل. حنا ما عندناش البراني، ما كاينش اللي يقيسنا كاع، حنا عمامي هما اللي دايرين لنا هادشي. انا با في السجن بعامين ديال الحبس، عمي بربع سنين، وواحد اخر يقيل يبات كيتكرفصلنا على خوتي وكيدخلنا حتى للدار، ولا اللي هي جداتي اللي هي امهم راه شاهده، وراه مشيت الذكرى اللي عند الدارك، والو ما كيدير لنا والو. حنا واش باغيين نعرفوا واش القانون على الدرويش وعلى الغاني ولا غير على الدرويش؟